إلى تغطيتنا الإخبارية الخاصة بعملية إعادة الأمل في اليمن، حيث أشاد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر بدور قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات في التصدي للانقلابيين وعلى ما قدموه ويقدمونه من دعم للشرعية ولليمن حكومة وشعبا. وقال بن دغر إن القيادة الشرعية في اليمن لن تحيد عن مشروع السلام رغم استمرار الانقلابيين في تعنتهم، مؤكدا على ضرورة مضاعفة الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة عدن وتعقب ما تبقى من عناصر تخريبية والقضاء عليها. إلى أين ستصل هذه؟ من تسبب في هذه الحرب عليه؟